بقوله سبحانه وتعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. يقول ابن كثير رحمه الله: يعني العرب، وذكرهم وحدهم لا ينفي من عداهم، كما ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم. سؤاله: هل يدخل الهندوسية والبوذية في هذه الآية لأنه لم يكن عندهم كتاب ولا رسل كالعرب؟ لا، الخطاب للعرب، العرب ما بعث فيهم رسول ولا نزل عليهم كتاب قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقبل القرآن، وإنما كانوا تابعين لليهود والنصارى. نعم، تابعين لأصحاب الديانتين اليهودية والنصرانية. نعم.